مزيد بينضم لنا على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ وليد طغان رئيس تحرير مجله صباح الخير. مرحبا بحضرتك يا استاذ وليد. اهلا مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك معانا. بدايه، كيف ترى المشاركه المصريه رفيعه المستوى في قمه دبي للحكومات 2023؟ والله يعني طبعا هي مشاركه مؤثره، وسياده الرئيس رئيس الدوله المصريه طرحا عميقا للتحديات اللي واجهت مصر واللي خرجت منها مصر. ولان كمان مهم قوي الشارع المصري الا ينسى ما كانت عليه الدوله المصريه خارجه او دخلت من 2011 حتى 2013، وفتره وصلت فيها الدوله الى شفير الهويه فعلا. يعني لا يجب ان ننسى هذه الفتره، لا يجب ان ننسى ما كان في الشارع المصري وكيف كان المواطن المصري في حاجه الحاجة إلى أن يعاد له الاستقرار والأمن. فكرة الدولة، مفهوم الدولة الوطنية بمؤسساتها، كيف كان هذا أو تعرض هذا للتدمير وتجريء المواطن على مؤسساته وعلى دولته. لذلك أتصور أن كلمة سيادة الرئيس النهاردة الحقيقة اتكلم سيادته في أكثر من محور، وانا بحب مهم قوي بالنسبه لي كمواطن مصري التركيز على فكره استعاده الدوله المصريه لنفسها والدوله الوطنيه بالمعنى المفهوم. لو اتكلمنا عن رؤيتك لتميز العلاقات المصريه الخليجيه، ويمكن الرئيس النهارده اتكلم بشيء من التفصيل عما قدمه الاخوه بين قوسين في السعوديه والامارات العربيه الشقيقه. طبعا مصر كعادتها وفية مع الأشقاء. مصر دولة كبيرة، أساس عمود من أعمدة الوطن العربي، ولا تنسى أبدا دعم الأشقاء أو وقوف الأشقاء إلى جوارها. هذا ما أكد عليه سيادة الرئيس النهاردة، ودي علاقات مع الإمارات ومع الكويت ومع السعودية ومع كل الدول العربية. مصر هي أصل العروبة، أو يعني ركيزة من ركائز العروبة، وبالتالي تتعامل مصر من منطلقات التعاون الدائم وفق استراتيجية أن أمن العرب أو الأمن العربي على كافة الأصعدة، لأن خصوصا أمن الخليج هو أمن مصر من أمن الخليج وأمن الخليج من أمن مصر. سيادة الرئيس طبعا النهاردة اتكلم على مواقف في الحقيقة مشرفة ومش جديدة على الإخوة الأشقاء، كيف دعم الإخوة الأشقاء مصر في فترة كانت الدولة يعني كانت الدولة تترنح فيها، وده كان متعمد. ولو وقوف الأشقاء إلى جانب مصر وإلى جوار مصر وشكل الدعم، وسيادة الرئيس اتكلم عن تفاصيل يعني كيف بادر الأشقاء بدعم مصر. أتصور أن ده مش جديد على الأشقاء ومش جديد على مصر، التأكيد على أن مصر دايما وفية لمن يساعدها وخصوصا في فترات الأزمة. لو تكلمنا عن أهم رسائل من خلال عرض حضرتك، أهم الرسائل التي توقفت أمامها في كلمة الرئيس السيسي النهاردة، وطبعا فيما يخص استعراض تجربة مصر في التنمية والتحديات اللي واجهتها وكيف اتغلبنا عليها في مصر. يعني مصر واجهت تحديات كانت متوازية 2011 حتى 2013، يمكن حجم الضرر اللحق بالاقتصاد المصري 450 مليار، يعني ده رقم نص تريليون، هذا رقم يعني يوضع في الحسبان، يعني رقم الحقيقة بيشير إلى كيف كانت هذه الدولة مقبلة عليه، أو ما كانت مصر مقدمة عليه. كانت التحديات متوازية واستلزم الأمر مواجهتها في آن واحد بالتوازي. أيضا الحقيقة المهم التأكيد على أن الصقر والاحتمال المصريين وثقة الشعب المصري في قيادته واستعادة الشعب المصري الثقة في مؤسساته، كل ده دفع في طريق العبور من هذه الأزمة اللي كانت أزمة الحقيقة أزمة وجودية للدولة المصرية، أكبر الأزمات اللي مرت بها مصر في تاريخها الحديث، ويمكن من أكبر الأزمات اللي مرت بها مصر في خلال ال 200 سنه الماضيه. وقفت عن مجموعه الحقيقه كمواطن مصري، شفت ان سياده الرئيس اتكلم بشفافيه واقعيه عن مجموعه من العوامل التي كانت تواجه الدوله المصريه، وكيف ان الدوله المصريه بواسطه مؤسساتها الوطنيه
يعني التركيز على فكرة المؤسسة الوطنية، الدولة الوطنية، وضرورة أن يكون المواطن في ثقة شديدة بمسار التنمية ونتائج مسار التنمية. حقيقة اتكلم سيادته عن الثقة اللي استعادها الشارع المصري في قيادته السياسية. في فترة من الفترات كانت الثقة الحقيقة مفقودة، كانت العلاقة بين الشارع والقيادة السياسية في فترات بأزمنة سابقة يعني كان نقدر نقول عليها أنها كانت مش قوي. استعادة الشارع الثقة بقيادته السياسية والفترة اللي فاتت، لأن يعني لأن الدولة المصرية مستهدفة بالحقيقة ومستهدفة حتى الآن، وفي وقت الأزمات بيزيد درجة الاستهداف أو المحاولات الوقيعة بين الشارع وبين قيادته السياسية. أتصور أن ما حدث الفترة الماضية في محاولة استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية للصقها أو محاولة الإيحاء أو الإيهام بأن هذه الأزمة أزمة مصرية فقط، وأن هذه الأزمة أن يعني محاولة تفسير الأزمة الاقتصادية على خلاف حقيقتها، أتصور أن الوعي زاد وما زلنا في حاجة إلى مزيد من الوعي. شكرك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ وليد طغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير، كنت معنا هاتفيا من القاهرة.